أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين. وبعد، أيها الإخوة الفضلاء، بمناسبة حلول شهر ربيع الأول وحلول ذكرى مولده عليه الصلاة والسلام، سنتطرق إن شاء الله تعالى إلى سلسلة جديدة من أحاديثه صلى الله عليه وسلم تحت عنوان من هدي حديث نبوي شريف. وهذا اليوم إن شاء الله تعالى مع حديث يرويه الإمام البخاري ومسلم وأصحاب السنن وأصحاب المسانيد عن الصحابيين الجليلين أبي هريرة وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش، أي بدأ الفراش وشرع الفراش، وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، فجعل ينزعهن ويغلبنه فيقتحمن فيها، فأنا آخذ بحجزكم عن النار وهم يقتحمون فيها. وهذا الحديث له يعني روايات أخرى وألفاظ أخرى، منها قوله صلى الله عليه وسلم: فذلك مثلي، في آخر الحديث: فذلك مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار، هلم عن النار، فتغلبوني فتقتحمون فيها، وفي رواية: فتقحمون فيها تفلتون مني. فهذا الحديث أيها الإخوة هو حديث عظيم جليل، يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم في تصوير عجيب علاقته بأمته وبالناس جميعا، ويدل أيضا هذا الحديث على بلاغة التعبير النبوي الشريف. ولابد أن نقف على بعض يعني مصطلحات هذا الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم: كمثل رجل استوقد نارا، أي أوقد نارا، مثلي ومثلكم في رواية أخرى: كمثل رجل استوقد نارا، أي أوقد نارا، فجعل الفراش والجنادب يقعن فيها، تلك الحشرات والدواب والهوام التي تنجذب إلى النور فتقع في النار ظانة أنه نور. فأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: فجعل ينزعهن فيغلبنه، بمعنى يدبهن عن النار ويمنع هذه الهوام لئلا تحترق. قوله صلى الله عليه وسلم: فذلك مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم. الحجز جمع حجزة أو حجزة، وهي الحزام الذي يوضع في منتصف الجسم لكي يشد المئزر ويشد السراويل. من أمسك بشخص من هذا المكان فإنه يمسكه بقوة. الرسول صلى الله عليه وسلم يصور بأنه يمسك الناس من الحجز، يعني يمسكهم بقوة، يدبهم بقوة عن النار. قال عليه الصلاة والسلام: هلم عن النار، هلم عن النار، فتغلبونني فتقحمون فيها في رواية، وتقتحمون فيها في رواية أخرى، وفي رواية: تفلتون مني. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت يعني هذا الحديث له فوائد عظيمة. أول فائدة نستفيدها من هذا الحديث هو رحمته صلى الله عليه وسلم بالناس أجمعين، بالناس أجمعين. لاحظوا في هذا الحديث: جاء صلى الله عليه وسلم ليدبنا عن النار، وشبه نفسه وشبهنا بذلك الرجل الذي يدب تلك الهوام على ألا تقع في النار، وهي منبهرة بالنور لكنها نار في الحقيقة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم رحيم بالناس. قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا رحمة مهداة. فصلى الله عليه وسلم جاء بالرحمة وجاء بهدايا المحبة وهدايا الرحمة لهذه الأمة. فينبغي أن نعرف قدره عليه الصلاة والسلام. وتلاحظون في هذه الأيام أيها الإخوة الأكارم من يسيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يسبه، ومن يعني يؤذيه عليه الصلاة والسلام، وهذا ناتج عن جهل كبير بقيمة
وبمنزلة هذا الرسول العظيم الذي جاء رحمة للعالمين. والله لو علم قدره عليه الصلاة والسلام ما جنحوا إلى ذلك الفعل الشنيع، لكنهم يجهلون قدره ويعني يخوضون في هذا الجهل الكبير برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الدرس الأول، رحمته صلى الله عليه وسلم بالناس. هو عليه الصلاة والسلام كان يأسف وكان يحزن وكان يبخع نفسه كما جاء في سورة الكهف: لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. لماذا؟ لأن الناس لا يريدون أن يتبعوا هديه، لا يريدون أن يقبلوا هديه، فيحزن لذلك عليه الصلاة والسلام. هو عليه الصلاة والسلام يحب الخير للناس أجمعين، كان يريد أن يبلغ هذا النور أقصى مداه وأن يؤمن الناس جميعا عليه الصلاة والسلام. فهذا هو هذه الفائدة الأولى. وبالمناسبة الإمام مسلم لما خرج هذا الحديث يعني عنون بابه فقال: باب شفقته صلى الله عليه وسلم بأمته ومبالغته في تحذيرهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم شفيق رحيم رؤوف بالناس جميعا. الفائدة الثانية هو أنه عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بما يعني أعطاه الله وبما علمه الله من الغيب يبين لنا بأن الناس حينما يعرضون عن هديه عليه الصلاة والسلام، وحينما لا يؤدون حقوق الله تعالى، وحينما لا يعطون كل ذي حق حقه، فإنهم سيضلون وسيدخلون النار، هذا لا محالة فيه. ولذلك ينبغي أن لننجى من النار، ولذلك لأجل ذلك جاء عليه الصلاة والسلام، ينبغي أن نقبل هديه وأن نتبع سنته عليه الصلاة والسلام. الفائدة الثالثة، وبهذا الحب وبهذه المنزلة وهذه الرأفة وهذا العطف على الناس، انطلاقا من ذلك ينبغي أن نعرف الحقوق التي تجب علينا إزاء هذا الرسول العظيم، وهي حقوق كثيرة، لكن أول حق حينما نسمع هذا الحديث هو أن نقبل هديه عليه الصلاة والسلام، أن نعمل بسنته عليه الصلاة والسلام، أن ندرس سيرته لنتمثلها في حياتنا عليه الصلاة والسلام. هذا هو أول حق يجب علينا. هذا الحديث لا يشعرنا فقط بالخوف ولا يشعرنا بالرجاء وحسب، ولكن يشعرنا بالخجل إزاء هذا الرجل العظيم الذي جاء من تلك المنزلة العالية. قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. ينزل عليه الصلاة والسلام من تلك المنزلة العالية ليدبنا وليدب الناس جميعا عن النار، صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام جاء من هذه المنزلة العظيمة العالية لينجينا وليدبنا عن النار. هذه فائدة أخرى، فينبغي أن نعلم حقوقه. وكما قلت، أول حق هو أن نقبل هديه وأن نعمل بسنته عليه الصلاة والسلام. الفائدة الثالثة هي الرابعة هي أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يبين طبيعة الحرام. فطبيعة الحرام طبيعة مزدوجة، ونحن نستفيدها من هذا الحديث. الحرام نار لكنه يشيع بالنور. الشهوات المحرمة هي نار في حقيقة، تهلك الناس، لكنها لها بريق يغري الناس ويجذب الناس. فالحرام طبيعته طبيعة مزدوجة، صورها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال هذا الحديث. ينبغي أن لا ننباهر بالمظاهر الخداعة وبالبريق، لأن إذا يعني اتبعنا هذا النور، نور النار، فإننا سنقع في النار، وسيقع لنا ما وقع تماما لتلك الفراش وتلك الجنادب التي احترقت بالنار وهي تظن أنها يعني تسعى إلى النور. فالحرام طبيعته طبيعة مزدوجة، ولا يشبع الإنسان إلا الحلال. الحرام لا يشبع أبدا، ومن ظن بأنه يعني بالزنا سيشبع شهوة أو بالمال الحرام سيسد خلة فهو واهم، فلا يشبع إلا الحلال وحده. فيا أيها الإخوة الكرام، هذا هو رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهذه قيمته وهذه منزلته، فينبغي أن نقدره قدره وأن نعلم هذه القيمة التي جاء، وهذا الهدف وهذه الغاية وهذا المقصد الذي جاء من أجله عليه الصلاة والسلام، وهو أن يذبنا وأن يحفظنا من النار. ف
وصلى الله وسلم وبارك على هذا النبي الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.